السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا متابعينا الكرام، مساكم الله بالخير والصحة والعافية. أمي يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك حبيبي. السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية دائما يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا شنو الساعة بالعشرة إلا ثلاث مساء في توقيت استراليا، جيتي من الحجية شو لقيتي؟ لقيتي قاعد تسوي باو حلاوة شعرية. تقول والله الحجي مشتهي حلاوة شعرية فسويت لي اياها، عرفت شلون؟ وشان يصلي هسه. والله يعطيكم الصحة والعافية. اي امي شنو هسه خلصت هاي بعدها؟ اخلي عليها الهيل ودالتين نسخة شوقة صغيرة. اي هيل زين، نسخة شوقة صغيرة دالتين، نسخة شوقة هيل، نسخة شوقة دارسين. فاحنا شنو يعني باكر قلنا نصور باكر ماشي الحجة، ايش راح اسوي باكر؟ راح اسوي لنا فطير مشلتت ان شاء الله. فطير مشلتت باكر عين جمعة، مبارك عليكم مقدمة اليوم خميس ان شاء الله، باكر جمعة ان شاء الله زين. فقلت لها لا احنا نصور باكر على مود ايدها وهاي، فالحمد لله. هسه شلون ايدك صارت؟ لا الحمد لله احسن. زينة؟ الحمد لله. الحمد لله ايدها من كل زينة صارت. هاي الكورتيزون هو مسكن بس يعني شنو يفيد بصراحة، يعني الالم راح. هسه اخلي مي. اي مي. اي فشفت امي شنو ملتهيه بالجسمه يعني بالشعريه، فشقلت لها قلت لها لعد خلاص اصور زين عيني. فشنو ننزل شفت فيديو سريع ونمسي عليكم، وباشا طبعا اكيد راح نصور الفيديو مال الفطير المشلتت. خلينا نشوف باشا ايش راح نسوي. اقول شويه الفرن هذا البر راح اسويه. اي يلا باشا نشوف ان شاء الله شنو الترتيب. يعني خلينا نقلب الكاميرا ونرجع ويا الحجه نشوف هاي الحلاوه الشعريه. والله انا مشتهيها همين طيبه هاي كلش. عشان هنا شكرك وهمين نص كوب. هذا شكر. اي وش اسمها دهن حرها ما حطها تخليها خليت الحر. امشي الدهن الحر. واخيرا هسه راح اكل اليوم دهن حر ويا الشعريه. بس بالاخير اخلي الشكر. اقول لك يعني راح اسوي ان شاء الله شو اسمه قهوه هسه. هسه وقت القهوه مو وقت الشاي. هذا شنو بي شاي؟ لا ما بي شاي. لا دارسين سويت. ها دارسين. دارسين ويا زنجبيل. دارسين وزنجبيل. شنو الوصفات هاي جديده حلوه هاي؟ هي مو جديدة، لا من زمان مو مسويها. بس كل زينة هاي للتخسيس زينة. تخسيس هي إيه. تنزل وزن. إيه بس شنو بالليل يعني. بالليل تشرب واحد يشربها قبل النوم. إيه. هذا أكو جوز يخلي وياه جوز هم إيه؟ يكون أطيب وأحسن. خلي وياه جوز عادي. جوز إيه. إيه مو جوز هندي يعني. جوز إيه. إيه أوكي زين. حلو والله. شنو الكميات مالته؟ أقول شنو المواصفات مالته؟ شنو بي فتحة سقف وجلد همين دول مثل السيارة. هاي خلي دارسين عودان. دارسين عودان يعني مو مطحون. اي وخليت وياه زنجبيل. اي اي قصقصته طبعا فرش زنجبيل. نعم خليته وياه فوقته حوالي 10 دقائق. زين ورا ما فار 10 دقائق ورا اللي فور بعدين طفيت جواه. هو يخلط وحده. هو يخلط وحده زين. شكر يتخلى وياه ولا ما يخلى شكر؟ واكو دارسين حلوه واكو إيه؟ دارسين مره يعني عاديه. شفت شلون انا سالته بالمكان يا امي؟ إيه؟ انا سالته بالمكان ترى. ها يعني انت حطيت الدارسين الحلوه. ما اعرف. مو تعرفين شنو تعرفين؟ جبتها جديده. ها جديده فحت جربيها. حجربها. ايوه هذا الحكي. لا عاد انا شنو هسه اشرب دارسين؟ اريد اشرب قهوه ولا اشرب دارسين؟ ما اعرف هسه دخلت. انت بكيفك. اي لا انا اريد اذوق الدارسين بالله، خوف القهوه عصفها بعدين. فراح نذوق الشعريه والدارسين. مو مشكله ما دام طبعا الشعريه بالدهن الحر. بعد هذا ما بي مجال حلقه على اليوتيوب يعني سويت دعايه. شو اقول لكم؟ يمكن اكثر شيء بالعالم انا سويت دعايه للدهن الحر. بس راح انص الطباخ ما ينشف وخلي الشكر اي بس الهيل خليتي طبعا ودا اول شيء دارسين والهيل هذا تخليه بالبدايه زين. اوكي تمام اي مو مشكله. لا عيني خليها هذا شنو 5 دقائق خلي 10 دقائق. 5 دقائق. 5 دقائق عيني نرجع لكم ان شاء الله. هسه عيني مرت 5 دقائق خلينا نشوف شنو الترتيب. هسه راح اخلي الشكر عادي. هذا الشكر. هذا الشكر على حسب الطلب يعني. حسب ما يعني يرغب الانسان. اي. للهنان الحج يحبه حلو. اي الحج انا اقول لكم يحب الحلا بشكل مو طبيعي بصراحه. يعني اذا الشغله مثلا ما تنقط عسل زين يقولها شنو انت شو مسوي له؟ يحكون علي مثلا شنو حلوه يعني. فلازم الله يعطيكم الصحه والعافيه ونعطيه الصحه والعافيه فيحب الشغلات الحلوه والدسمه. يعني مثلا هذا الدهن الحر هذا شلون يعني لوز. ها هسه اشوف الحجي الفيديو زين وذاك اكل لي رزاله البنده. قلت عشان عليه لا ما عليك يعني بس انه شو اسمه
انه فعلا هو الحجي يحب الشغلات الدسمه ويحب الشغلات الحلوه. ايام الايام قبل تعرفون ايام قبل ما حد يسوي يعني ما يحبون هذا الرجيم والدايت والامور هاي، يحبون كل شيء بحذافيره يعني. والله يعطيكم الصحه والعافيه. احنا علينا النصيحه بس هنخلي بعد خمس دقائق، هذا خليه يعني بعد خمس دقائق. خلينا بهاي الخمس دقائق حجيه شوفتيني اكو هنا شويه كم سؤال زين خلينا نشوفهن ونرجع لكم لحظه ان شاء الله. يا حبايبنا طبعا هنا الاسئله هوايه بس احنا شنو قسمناهن قلنا على مش شنو هسه اليوم يعني بالصدفه صار التصوير هيك سريع فراح نجاوب على واحد او اثنين ونخلي الباقيات الباكر ويا الفيديو مال الباكر لان كله شغلات بالاكل يعني زين. فعندنا بس هنا عندنا شوي جوز الهند الفرن من فوق يعني ومن جوا لو من فوق من جوا شنو؟ الفرن مشغول بس من جوا لما سوى اقراص جوز الهند. اي يعني اقراص جوز الهند بس من جوا من فوق ماكو اي نار. احنا مالتنا هذا مروحه يداور الحراره بس مع ذلك الحجيه ما مشغلتها يعني مشغله بس النار من جوا صحيح؟ تمام. كانت درجه الحراره 180. ايه 180 كان زين. زين احنا عندنا هنا دعاء ليلى الاخت ليلى بنت حكيمه مريضه وراح تسوي عمليه فعلقت انه ندعي لها امانه الله ورسوله وهاي امانه ولازم نوصلها فان شاء الله احنا والمتابعين ما شافيها وعافيها يا رب ان شاء الله يا رب العالمين تشافى وتعافى وتكون العمليه كل السهله عليها ونطلب من المتابعين الكل يدعي ليلى بنت حكيمه ان شاء الله. زين هاني وهنا نشعدنا عندنا هو باكر احنا نخلي شغلات الاكل كلها باكر ان شاء الله الطلبات هو يطلبوا شغلات معينه وهنا بس عندنا كبه الجريش همين طلبوها زين بعد وهنا عندنا شنو يصير الباكر نسويها بجريته ضغط يصير صير بجدر الضغط ويصير شنو مثلا جدرية الضغط هاي تقلل الوقت يعني ثلاث ساعات تستوي بساعة تستوي بساعة يعني نص الوقت ممكن زين يعني فالباقي الشغلات ان شاء الله ويا فيديو مال باكر مال فطير المشلتت نسويها ان شاء الله زين يعني نقولها ونشوف شلون راح نبلش بهن لان هواي هو اكو هواي طلبات وتتكرر فلذلك الشغلات تتكرر لازم نسويها حتى لو مسويها احنا قبل يعني بس القناة تعرفون بها 250 حلقة تقريبا فيديو يعني فاحتمال مرات واحد صعب انه يلقى شيء معين فريده جديد فاحنا ما ما ماكو مشكله يعني نسويها ما عندنا اي مشكله ان شاء الله مو امي ان شاء الله حبيبي طيب صحه والعافيه والله مشتاق لها الام يعني يوم يجيها ترى بالليل يعني او بين يوم ويوم على حسب الشغل وعلى حسب الوضع بس هذا الاسبوع كان اكو عندنا مواعيد يعني شو اقول لكم مواعيد فلكيه هواي مواعيد عندنا بالمستشفيات ويا الحجي ويا الحجيه هواي عندنا كان مواعيد فالحمد لله خلصناهم كلهن والامور الحمد لله طيبه. بالنسبه للحجي اليوم كان عندي موعد وياه بالهواي سالونا على عينه اليوم كنت وياه وقاسوا له الضغط مال العين بعد ما سووا له العمليه الضغط مال العين جدا ممتاز بعد ما يحتاج ياخذ قطره وقالوا بعد ما احنا كنا كل شهرين نروح قالوا من هسه ست اشهر يعني بعد ست اشهر اراجعهم فالحمد لله الامور كلها طيبه مال الحجي زين ومضلين تقريبا والله رحنا بالتسعة الصبح للساعة واحدة تقريبا يلا خلصنا تعرفون اجراءات طويلة بالمستشفى يعني فالحمد لله والشكر بس الامور طيبة زين يعني فهذا لليوم بس احنا شنو حبينا اليوم شوية نغير جو يا ام الحجية حبينا نمسي عليكم ونقولكم مساء الخير ان شاء الله فخلينا نشوف هسه عيني اضوق الدارسين ونشوف الشعرية زين خليكم ويانا طبعا هاي هسه شنو مرحلة الاستواء خلصت خلصت هيجي؟ حلو والله شكله يخبل بس راح اخليها بالمعون خليها بالمعون المعون الحلو اللي عجبني اي والله حتى المتابعين قالوا كثير هواي هذا المعون حلو انا صدق عجبني المعون شوف شكله انا احب هيك الشغله هيك يعني شغل مرتب هذا كريستال كريستالي يا سلام ألف عافية حجي أسيرت عليه منها أقول الله يعافيك أنت إيش خليت بيها تحب الحلاوة ما تحب الحلاوة بس أسأل أخذنا كم كلمة من عندها أنا كان خليت عليه فستق حلبي وجوز هند بس ما يحب إضافات هو ما يحب إضافات حجي يحب كل شيء يعني شنو أصلي ما يحب أي إضافات ودي الطعام مال الشغلة عشتيده زين يعني طلع واحد دارسين امي خلي شنو عيني اذوق هذا واذوق الدارسين خلينا نشوف الدارسين شلون طب اذا سمى اذوق مو مشكله بس هاي شنو عيني هذا الدارسين برا اذوق الدارسين اني طبعا دارسين خلون بجوز بس انا ما احب الجوز بالنسبه لي يعني بس اريد اشوف الحلاوه مالته لان حجيهم خليه شكر بسم الله الرحمن الرحيم حلو بي حلا حلو يعني الدارسين النوعيه حلوه يعني بهاي الحاله لا بي حلا
بس هذا ويا حجي ما يفيد فتخاشوا كثير شكر وياه. زين خلينا نذوق هسه شنو؟ نذوق الشعرية. بسم الله الرحمن الرحيم، اموت على الشعرية لان خفيفة. والله حلاتها مو طبيعية. يعني بالنسبة لي انا احب الحلا شوي اقل من هيجي، بس هو الحجي يعني في الحجي يسوي على ذوق الحجي، فالحلا مالته هو بالنسبة للحجي يعني انا بالنسبة لي احب اخف شوي. وتخبر كل طيب والله. يعافي. الله يعافيك، وهاي دارسين همين عيني شلون مسوية، هاي دارسين ويا ويا شعرية. زين اقول لك الحجي شنو مدلل، والله الحجي مدلل. احنا كلنا مدللين، دللتنا الحجي والله العظيم. تيلي شي يمه يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك، ان شاء الله تجربونها وتنجح وياهم ياكلونها بألف عافية، هي والدارسين. هي والدارسين، يعطيكم الصحة والعافية حبايبنا، مثل ما قلت لكم أم الحجية، إن شاء الله تجربوها وتنجح وياكم، خفيفة ونظيفة وسريعة. يعني ايش قد طولت؟ ربع ساعة، نص ساعة، ايش قد ثلاث ساعة؟ ربع ساعة. ربع ساعة، سهلة وخفيفة، لما واحد قاعد مثلا هيجي بالبيت أبو الجهال ضايج ما أدري إيش، زين يريد يسوي مشاكل، قوم يسوي له على السريع، ربع ساعة زين، وانطي خليه ياكل وتشفي شره وانتهى الموضوع ها؟ لا وخاصة هسه عندهم الجو بارد. جو بارد يطيب. شغلات يعني تدفيهم. ان شاء الله عيني، وباكر ان شاء الله ويا الفطير المشلتت، وخليكم ويانا ونشوفكم ان شاء الله باكر، يعطيكم الصحه والعافيه ومع السلامه. سلام عليكم، في امان الله.